الو، مين معنا؟ الو، خالد، كيف حالك يا صديقي؟ والله العظيم انت النمس. يمين بالله انت النمس، ساحب علي اليوم، صوتي راح وانا قاعد اقول الو. السلام عليكم. كم السلام، كيف حالك؟ كل سنة طيبين. معليش انا اعتذر للسادة المشاهدين على عدم حضوري، واعتذر لك اليوم. انا قلت لك هتاخر نص ساعة، لكن والله جانا ظرف طارئ كذا، وظروف ضيوف جونا من خارج المملكة بالامارات. ليه ما عزمتني؟ والله كنا بنعزمك. روح بالله، ايش تبغى تيجي تتعشى؟ مو حلقنا سوا؟ حلقنا سوا، بس انا مشيت على اساس انه نص ساعة. ابو محمد عبد الخالق العمودي قال لي نص ساعة، وفي نص ساعة الزبدة جلسني إلى الآن. فيه ترى إذا هذا جنبنا لك رز عند الباب، تعال خذه. بس أنا جنبت لك رز عند الباب، عر عندك. أنا أنت تدري جايب أنا اليوم عشان أغيظك؟ دقيقة بالله، دقيقة أوريك أنا إيش جايب. إيش جايب؟ أنا أوريك إيش قاعد جايب. دقيقة شوف ما قلت أنا تلفزيون. أنا شوف اللي يرعبك، شوف اللي يرعبك يا خالد. يا الله، شوف اللي يرعبك جايبه اليوم. أنا أنا جاي بكره حتشوف إن شاء الله. تدري وش هو ذا؟ أول شيء اسمع، أنا أقول لك الميدان يا حميدان، وهذا إعلان لكم كلكم. الآن اللي بيجي ينضم معي في فريق رابطة مشجعين الاتحاد في الاستديو هنا، مرابطة بنسوي، رابطة تشجيع، يجيني يكلمني على تويتر، اسمي بالتويتر علاء المنصري، والله لا أجيبه بس يكون حافظ أهازيج الاتحاد. المهم يا علاء، يعني ما حتيجي؟ لا والله ما في وقت اني احضر. وجهنا ضيوف كذا عزيزين وغاليين، ابو راشد ومحمد جمعه والشيخ عبد الخالق. اساس ما باقي الامور طيبه، وان شاء الله نشوفكم بكره على خير باذن الله. يلا طولنا من التصوير، روح شوف زباين. يلا تبغى رز؟ تعال عند الباب خلينا لك. وصل لي والله ابغى رز، اذا مندي ولا عربي ولا مديني وصل له عند الباب. شوف على الانستغرام، شوف الصور. السلامه، خليني اترزق. الله شوف بطرفي قاعد يدق على جوالي.